ذهب الجزائم نحن. هو يوم لب فيه الطلبة الجزائريون نداء قيادة الثورة آنذاك، فتركوا مقاعد الدراسة والتحقوا بالكفاح المسلح بعد شنهم لإضراب منددين فيه بوحشية المستعمر الفرنسي في قتل وحرق الطلبة وعامة الشعب. هو نداء الوطن دعهم، فكان دعما للثورة بالعديد من الطاقات الفكرية والعلمية من الطلاب للعمل معها في صفوف جيش التحرير الوطني. 60 سنة مرت على الذكرى، فماذا بقي من يوم الطالب؟ ما عباليش يا ما نعرفش الطالب وش ندير بك نعرفو اوكين ايدي يوم الطالب جي اوكين ايدي الله ما على بالي. يوم 19 ماي بصفة عامة هو عيد وطني، الأعياد الوطنية، ويتمثل في عيد الطالب، عنده أبعاد تاريخية. عبد السلام بلعيد، محمد بن يحيى، عيسى مسعودي، طالب عبد الرحمن، ابن زرجب وآخرون هم طلبة الأمس ممن رفعوا التحدي في وجه الآلة الفرنسية سنة 1956. وبعد 60 سنة تحصي الجزائر أكثر من 1,000,000 طالب في الجامعات، فماذا عن طلبة 2016؟ طالب 2016 شغل شانجمون راديكال. الطالب 2016 يحوس على لا مويان بالك، يحوس على لي ديبلوم، ثقافته مكاش. طلبة اليوم برسك ما قدموا والو للجزائر أبار الماكلة تاع الريستو وليكوس يروحوا ويجوا الفايفيان. نتمنى من الطلبة هذو أن يقدموا أبسط حاجة لهذا الوطن هذا، هذا ضحوا عليه ناس، ضحوا عليه مجاهدين وضحوا عليه شهداء، قدم كثير هذا الوطن، ماذا بينا يدوا له اعتبار. لا أعتقد أن هناك فيها مجال موقع، كل ما في الأمر أن الآن المفروض طالب 2016 أنه ينعم بهذا الاستقلال، وأكثر بالعكس التحدي يكون أكثر، لأن الآن هو تحدي الجهل، تحدي الفقر، تحدي الفساد، لازم الحرية، لازم الاستقلالية، لازم الكفاءة، لازم الاستقلالية بجميع ما العلمية، الاستقلالية الفكرية، هذا هو الأساس. الآن طالب اليوم لازم يتشبع بهذه الأفكار. هو تحد آخر يواجه طلبة اليوم في بناء جزائر الغد التي ساهم في تحريرها طلبة الأمس.